هذه الولاية التي وقفنا فيها على كثير من الهياكل القطاعية الجديدة، ودشنا فيها مؤسسات دينية، مساجد رائعة في تصميم والبناء، تدل على ذوق وحضارة هذه المنطقة العريقة. الرسالة التي تفضلتم بذكرها هي التي وقف عندها السيد رئيس الجمهورية مليا حين قرر اعتماد يوم وطني للإمام لوفاة أحد علماء الجزائر وأعلامها الشيخ سيدي محمد بن الكبير عليه رحمة الله، وكذلك من خلال القرارات التي أسدها في مجلس الوزراء ما قبل الأخير، حيث فتح للقطاع مجالات واسعة للترقية لمراجعة الأجور، وكذلك لتوفير سكنات لائقة وظيفية للسادة الأئمة. هذا كله اعتراف بحق الإمام، حق المسجد، حق معلم القرآن وما يقوم به. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا هي رسالة قوية لكل الناس بأن الجزائر بخير حين تحتضن أئمتها وعلماءها ومفكريها ومجاهديها، وهذه هي أمانة الشهداء.